السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز التاسعة. بداية ولتاسع يوم على التوالي تواصل آلة الموت الصهيونية سفك دماء الأبرياء لتعد غزة، وخلال 24 ساعة الماضية أكثر من 400 شهيد، بينهم عشرات العوائل التي أبيدت بالكامل تحت ركام منازلها المدمرة. كما لم تستثني طائرات الاحتلال قوافل النازحين وطواقم الإسعاف. هذا وشهد مخيم دير البلح وشارع النفق وسط مدينة غزة، إضافة إلى مخيم جباليا وتل الهوى، قصفا وحشيا ليلة أمس أسفر عن ما لا يقل عن 30 شهيدا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء في القطاع إلى 2329 وأزيد من 9000 جريح. وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، طالبت منظمة الصحة العالمية سلطات الاحتلال بسحب أوامر إخلاء مستشفيات شمال غزة، فيما أبدت منظمة أطباء بلا حدود خشيتها من إبادة العاجزين عن النزوح. وفي سياق متصل، حذرت وكالة الأونروا من أن أكثر من 2 مليون شخص يواجهون خطر نفاذ المياه بشكل أصبح يهدد حياتهم، مشددة على أن ملاجئها في القطاع لم تعد آمنة. في النشاط البرلماني، رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية ترأسها أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بحضور أعضاء الحكومة. البيان الذي سبق وأن عرضه أمامهم الثلاثاء الفارط شهد نقاشات مطولة تخللتها 337 مداخلة لممثلي كافة التشكيلات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية. قدمت أسئلة للحكومة ضمن الفصول الخمسة للبيان الذي تضمن مؤشرات نمو رقمية كلية خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى غاية شهر أوت 2023، مؤشرات أظهرت تنام في منحى تصاعدي يعكس تقدما كبيرا في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية رغم الظرف الاقتصادي الدولي الصعب. الوزير الأول أكد أن الدولة تسعى للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. فمسعى الحفاظ على القدرة الشرائية يظهر جليا من خلال تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة التي سيرتفع من 2714 مليار دينار جزائري سنة 23 إلى 2895 مليار دينار جزائري سنة 24، أي بزيادة تقدر ب 181 مليار دينار جزائري، والذي يعادل 19.17% من ميزانية الدولة لسنة 24. نذكر منها مبلغ 582 مليار دينار جزائري لدعم مواد الحليب، الحبوب، الزيت والسكر، و 163 مليار دينار جزائري بعنوان الربط بالكهرباء والغاز والمياه، ناهيك عن دعم السكن الذي يقدر ب 313 مليار دينار جزائري. كما اتخذت الحكومة عديد الإجراءات من أجل استقرار الأسعار بالرغم من الظرف الدولي المضطرب، والذي أدى بالكثير من الدول إلى الاستنفار من أجل توفير المواد الأساسية لمواطنيها بالرغم من الأحوال المناخية غير العادية التي شهدتها عدة مناطق من العالم وبلادنا منها كذلك. الوزير الأول وفي معرض رده على أسئلة النواب أكد أن مجهودات الدولة غير مسبوقة في إطلاق مشاريع استراتيجية تشمل جميع القطاعات الحساسة. فمن المهم الإشارة إلى المجهودات غير المسبوقة للدولة منذ سنتين من أجل إطلاق مشاريع استراتيجية تشمل جميع القطاعات الحساسة، على غرار المشاريع المذكورة آنفا، بإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات الري، الفلاحة، الأشغال العمومية والسكن، حيث بلغت مجمل نفقات الاستثمار المسجلة في سنة 22 مبلغ 3913 مليار دينار جزائري، كما ارتفع ذات المبلغ إلى 4019 مليار دينار جزائري بالنسبة لتقديرات 23. وتخص هذه النفقات مشاريع هيكلية، نذكر منها خاصة مشروعي منجم غار جبيلات والفوسفات المدمج، خط السكة الحديدية الذي يربط بشار وتندوف. فإن جل هذه المشاريع مشاريع الاستثمار العمومي ما كانت لتطلق.
الوزير الأول أكد أن الحكومة لم تمنع الاستيراد بل قامت بتأطير العملية بوضع استراتيجية متكاملة لتنظيم عملية الاستيراد حفاظا على الإنتاج الوطني. عملت الحكومة على إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطهيره من التجاوزات الخطيرة التي كانت تستهدف تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وإغراق السوق بالكماليات، بل أكثر من ذلك استيراد الخردة والحجارة بفواتير مبالغة فيها وبطواطئ من بعض الموردين في الخارج، وهو ما تم الوقوف عليه بمرارة، مما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بقطاع الاستيراد من أجل البيع على الحالة نهاية سنة 21. وتم وضع استراتيجية متكاملة جديدة لتنظيم هذا القطاع الحساس، تأخذ في الحسبان حماية صناعتنا الناشئة ومنتوجنا المحلي والذي يعتبر أولوية الأولويات. وخلال تصريح صحفي عقب رده على انشغالات النواب حول السياسة العامة للحكومة، أكد الوزير الأول على أن كل الإنجازات الكبيرة تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية. تم عرض كل الإنجازات التي تم إنجازها في سنة 2023، ففي المرحلة من سبتمبر 22 إلى سبتمبر 23، وهي إنجازات هامة تمت بفضل التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذه الإنجازات التي كما قلت سابقا للإخوة والأخوات النواب إنجازات عظيمة تمت في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بالركود وبالتراجع وبوضع جيوستراتيجي جد مضطرب، فحمدا لله الجزائر عرفت كيف تسير سفينتها إن اقتصاديا أو ماليا أو سياسيا، ونحن ماضون في تحقيق هذه النهضة المرجوة وتنويع مصادر الاقتصاد بفعل إعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية ومبنية على المتابعة. في الرياضة، وتسوية لرزنامة الرابطة المحترفة وضمن اللقاء المتأخر عن الجولة الثانية، حقق اتحاد العاصمة فوزا هاما على نظيره اتحاد خنشلة بنتيجة 3-0. وبنفس النتيجة تغلب شباب بلوزداد على ضيفه الاتحاد الرياضي لوادي سوف أول أمس في مباراة متأخرة عن الجولة الأولى. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.